معايا الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ازيك يا دكتور عمرو؟ بخير الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبصحة وسلام يا فندم. أنا في سؤال بس عند حضرتك. اتفضل. أنا دلوقتي بقالي مثلا حوالي 10 سنين أو 12 سنة ما صليتش، تمام؟ ايه فأنا السبب؟ دلوقتي يعني كان الشغل ومثلا كان أكسل الكلام ده، بس الحمد لله بقيت بصلي يعني. الحمد لله. تمام. دلوقتي في صلاة الجماعة اللي هي بتبقى في المسجد، لما الإمام بيقوم بالصلاة، دلوقتي هو بيقول الله أكبر، طيب، دلوقتي أنا بقول معاه الفاتحة ولا بعد ما بيخلص الفاتحة بقول الفاتحة؟ لا، بعد ما بيخلص تقول الفاتحة، لأن الإنصات أجمع العلماء على إن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا أجمعوا على إن دوت في الاستماع لقراءة الفاتحة من الإمام. فبعد ما بيخلص الإمام أنت بقى بتقول، طب أنت دلوقتي أنا واجب عليا إن أنا أقرأ الفاتحة، هقرأها إزاي تمام. إذا كان هو في بعض الأحيان بيلحم السورة مع الفاتحة على طول وما بيسيبليش فرصة أقرأها؟ مش ده سؤال؟ تمام. اقرأ الفاتحة، حتى لو إن أنت بتقرأ الفاتحة ما هو قرأته للسورة، فاقرأ تمام. الفاتحة حتى لو هو بيقرأ السورة. نعم. وبعد ما بقرا بعد ما بقرا الفاتحه بروح قايل السوره الثانيه ولا ما بقولش السوره الثانيه؟ لا، ما تقولش السورة الثانية، ما انت خلاص هو الإمام هو اللي بيتحمل عنك السورة الثانية. تمام، يعني اقرا الفاتحه بس اول ما بيقول امين اقرا الفاتحه على طول. بالظبط. ماشي، شكرا يا شيخ. عفوا، ربنا يفتح عليك ويزيدك نور وبركة يا سيد أحمد.